هناك سؤالان مرتبطان ببعضهم البعض. السؤال الأول يقول: هل للتقوى مراتب وما هي؟ ثم هل لسماحتكم الإشارة إلى بعض الكتب التي تفيد في موضوع التقوى؟ مراتب التقوى معلومة، مراتب التقوى مثل ما تقدم، أن يلزم ما أوجب الله، وأن يحذر ما حرم الله، وأن يقف عند حدود الله عن خوف ورجاء وإخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله، يلزم طاعة ربه ويستقيم عليها مع ترك ما حرم الله عليه، والوقوف عند حدود الله عن خوف ورجاء ورغبة ورهبة، حتى يستقيم بذلك على أمر الله، وحتى يتباعد بذلك عن محارم الله، وحتى يقف عند حدود الله فلا ينتهكها ولا يتعداها. نعم. ومن الكتب التي تكلموا في هذا وتعتني بهذا أعظمها كتاب الله عز وجل، هو أصل كل خير القرآن. فنصيحتي لكل مؤمن العناية بالقرآن وتدبر معانيه، فإنه سبحانه أكثر من بيان أهل التقوى وصفاتهم، وبين أن عبادته وحده وسيلة للتقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي خلقكم لعلكم تتقون. جعل عبادة وسيلة إلى التقوى، فمن عبده وأطاع أمره وأخلص له وصل إلى التقوى. وقال: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلزوم سبيل الله والاستقامة عليه وسيلة للتقوى. فعليك بكتاب الله، الزم كتاب الله وأكثر من تلاوته نظرا وحفظا من المصحف ومن صدرك إن كنت حافظا له بالتدبر والتعقل. وإذا تيسر لك زميل أو زميلان يكون بينكم المدارسة في كتاب الله والقراءة لكتاب الله بالتدبر، كان هذا فيه خير عظيم. ومن الكتب التي تعنى بهذا زاد المعاد للغيب، كتاب جيد، وإغاثة الله فالة رحمه الله، طريق الهدايتين له أيضا، كتاب الإيمان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. هذه كتب مما يعين على الدعوة إلى التقوى ولزومها. وهكذا مداري السالكين ابن القيم في منازل إياك نعبد، شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين، والإعصام للشاطبي، وأشبه ذلك من الكتب التي تعنى بهذا الأمر. الدواء الدواء ابن القيم جواب كافي لمن سأل الدواء الشافي. فهذه كتب وأشباهها مما يعين طالب العلم والمؤمن على لزوم التقوى والبصيرة فيها والحذر من محارم الله التي يدعو إليها الشيطان ونوابه. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.